وجبتي المفضلة. Ladies and gentlemen, يلا نشوف. أي وجبة رائعة ممكن تسعفك في شهر رمضان المبارك إن لم تستطع أن تتحصل على كامل الطعام لتسد من احتياج جسمك من العناصر الغذائية. أحبتي التغذية جدا جدا سهلة، المعادلة جدا بسيطة. هذا خليط من الشوفان والبروتين وحليب اللوز وزبدة الفول السوداني والموز والقليل من القرفة لخفض مستويات السكر أو حتى الحد عفوا من ارتفاع مستويات السكر في الدم، حتساعدنا القرفة في هذا الأمر، وإضافة تكون طعم ألذ لهذه الوصفة. بالمعادلة بالمختصر، ممكن من خلال هذه الوجبة تحول نظامك الغذائي كله بالكامل للتضخيم، وممكن من خلال هذه الوجبة تحول كل نظامك الغذائي للتنشيف أو حتى خسارة الدهون أو حسب هدفك اللي أنت بحاجة توصل له كخسارة الوزن أو زيادة الوزن ما إلى آخره من هاي الأهداف. المعادلة بسيطة، الأمر يعتمد على كمية ما يدخل من الأطعمة وكمية ما يحرق من السعرات الحرارية في تمرينك.